بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. برحب بالضيوف الأول اللي موجودين عندنا النهارده. برحب بالكابتن الجميل أستاذ الجميل أستاذ. بدي الأول الكلمة من الأساتذة أستاذ أبو بكر لسه عليك من الأول. السلام عليكم. بس قبل ما ابدا عايز اقول بس ان معايا النهارده الصوت اللي موجود معايا صديقي الفنان اللي انا بحبه مخلوف يعني بعتبره ان هو اصغر مني بكام سنه لكن بعتبره من شريك في بالي ما بتتعملش فتعلمت اول واحد يعني بيقول ان هيعمل كذا لما يكون بتعمل فعلا لان اي حاجه اتكلمت عليها فيلم مسلسل كرتون مسرحيه برنامج يعني بيبقى تاني يوم على طول الحمد لله ربنا بيوفقنا ما بيتعملش يعني. شكرا يا مخلوف. مهارات موجوده واضحه كنت بشتغل يعني معاك كنت ممكن اكون ما اشتغلتش على اراء المشايخ كحاجه فقهيه لان انا ما عنديش مرجعيه ان انا ارد على الردود اللي هي بتتعلق بحاجات في الفقه الحديث او مطلع ايات او مطلع ماده دينيه معتمد عليها في وجهه نظري انا مش مؤهل ان انا اطلع من الرد على الناس دي ما كنتش ممكن ما اردش على المشايخ لكن كنت ممكن ارد على عصام سلطان ارد على نادر بكار قصدي المشايخ نفسهم يعني اللي يرد عليهم مشايخ يعني ما ينفعش اجادل عالم فيزياء يقول وجهه نظر فيزيائيه في الموضوع بس هي كانت النقطه كلها ان الناس بتقول لكم دينكم ولا دين يعني كل واحد يقول لك لا انا شايف ان انت بتقول ده غير اللي انا بقوله وكانت موجه مقالات كل واحد بيتكلم الناس دي بتهزي الناس دي بتقول اي كلام الناس دي عايز يكفرونا فانا حاسس ان انا كنت شايف ان دي معركه جنبيه يعني معركه مشايخ بيتكلموا في تطبيق الدين في تفاصيل الرد عليهم بالدين انا كنت شايف ان هي معركه جانبيه لان كان في مصايب تانية بتحصل يعني كان في مصايب اعرف اتكلم فيها براحتي بقى مصايب سياسيه واجتماعيه واقصاء وعزل وتنكيل وخناقات يعني كان في حاجات تانية اهم من التركيز على حد بيتكلم في نص ديني انا اعرف اتكلم معاك في النص الديني في مناطق ليها علاقه بالرزق ليها علاقه بالوحدانيه ليها علاقه بالصعوبات اللي فاتت خالص يعني علاقه بحاجات جديده دي حاجه لوحدها يعني ده نوع من الكتب دي اللي بعملها يعني من اساس لسعادتي الشخصيه. انا بعتبر نفسي في الفتره اللي فاتت دي عملت مجموعه كتب زي ما قلت عن شكلها بسيط هي كتب الاطار بتاعها اطار تجاري مسلي بيبحث عن ونس مع القارئ بيبحث عن المعلومه البسيطه بيبحث عن يعني بيبحث عن ان هو القارئ بس يستفيد من الكتاب ويتسلى في نفس الوقت مش يعني شغال عند القارئ في الكتب دي لكن في تجربتين عندي انا بعتبر نفسي انا بشتغل فيهم عند نفسي يعني كتاب زي جر نعم وكتاب طريق التوبه دول كتابين فيهم الشعر والقصه والادب اللي دي الحاجه اللي تخصني انا دي الحاجه اللي بيني وبين نفسي فبطلعها في كتاب وببقى يعني اقصد ان انا افرح بيها انا شخصيا يعني اقصد ان انا ابقى عملت انجاز في الحته دي لان دي عمر طاهر نفسه ده اصل الموضوع وده الحاجه اللي انا قدمت بيها نفسي للناس خالص على شكلها باظت الشعر او الروايه او القصه او الترجمه فانجازي في الحته دي اللي انا بحبه بعتبره ان هو لنفسي بالاساس لو نجح ببقى سعيد اكتر ان هو نجح لكن لو ما نجحش ببقى فكره ان هو خرج من النور بحس ان انا قصاد نفسي في حمل يعني حمل ليا انا على نفسي لازم اخلص منه اللي هو طب عمر طاهر اللي هو اللي عايز يتبسط بالانتاج فيه اللي هو عايز يكتب من غير ما يبقى عنده قيود ولا يبقى عنده شايل هم القارئ ولا شايل هم ان هو يعمل افيه ولا يعمل حاجه خفيفه في الدم ولا يدور على معلومه ولا يوثق معلومه لا عايز يفيدنه بس فانا عملت ده مرتين في السبع ثمان كتب اللي فاتوا اللي هم جر نعم وطريق التوابل دي الكتب اللي هي دايما طول الوقت بهرب في الندوات من السؤال ايه اكتر كتاب بتحبه ايه اكتر كتاب قريب لقلبك ما بحبش اجاوب على السؤال ده بس اقدر اقول لك النهارده ان انا الكتابين دول هم الكتابين الاقرب لي يعني انت ازاي كنت بتلاقي الافكار دي وايه احساسك وانت بتعملها زي الموضوع بتاع المعادي انا كان نفسي جدا ابقى من سكان المعادي عشان ابقى موجوده ان انا اخد منك خريطه وانا عايزها لغايه دلوقتي فلو تقدر تديها انا عايزها
ايه احساسك وانت بتدي للناس فرحة فعلا هم مفتقدينها لان دي ابسط حقوقهم كبشر. فوصلتك ازاي الافكار؟ ايه احساسك بيها؟ ازاي سهلت الموقف؟ يعني ازاي كان سهل ليك انك تجمع الناس ان هم يساعدوك في حاجة زي كده؟ اخر حاجة علشان انا رغاية شوية، المقالة اللي انت عاملها اخر حاجة او القصة القصيرة بتاعة واحد اتجوز واحدة وباباها توفى، ايه هي الفاكهة اللي انت وصفتها؟ انا عايز اعرفها. هل هي مثلا زي هي مش كيوي؟ واحد قال ان هي كيوي وهي مش كيوي، بس انا عايز اعرف ايه هي. وفعلا جملة والله زي ما بقول لك كده، يعني هي حلوة جدا، انا بحبها بصراحة. بس انا عايز ترسمي بعد كل ده. طيب بخصوص ازاي بما ان يعني تجربه الحياه ما فيهاش اختيارات كتير لان الواحد يعيشها، يعني فالواحد بيحاول طول الوقت ان هو يخترع لنفسه الاسباب اللي تخليه موجود على قيد الحياه، موجود على قيد الحياه يعني برضه، مش موجود على قيد الحياه بينفذ عقوبه بينفذ حكم يعني. فكل الواحد ما النور اللي جوه روحه بيقل بيدور، والحمد لله بيعرف يلاقي حاجات كتير جدا تنور له تاني. مثلا على شمالي واحد من الحاجات اللي بتنور، يعني اما الراجل ده لما بيجي مهزر على الفيسبوك مش كاتب شعر بيقول ده اقل حاجه عنده، بيقول مهزر بس على الفيسبوك بينور، اللي بحس ان يعني في حد نورني. فبتلاقي هنا في اصحابك على الفيسبوك فنانين، بتلاقي هنا في الكتابة وهنا في الأدب وهنا في ماتش كرة بتحبيه.